ما حكم قول آمين بعد الفاتحة لمن يصلي وحده؟ مستحب للإمام والمأمومين وللمنفرد إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، لأن معناه اللهم استجب، لأن الفاتحة دعاء، الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، وآخرها دعاء مسألة وهو الطلب، تطلب من الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، فآخرها دعاء مسألة، فكلها دعاء، فأنت إذا فرغت تؤمن على هذا الدعاء، لأن التأمين على الدعاء من أسباب الإجابة، وهذا سنة في الصلاة وخارج الصلاة إذا قرأت الفاتحة.